يعني أنا أتمنى يجي زين عراقي يعني منتخب من 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 قبل الشعب العراقي ها، وأتمنى يروح للسعودية ويروح للخليج، نحط إيدينا بإيدي بإيد ذولا الأبطال. شوفوا 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 السعودية صارت ها، والله أحلى من أوروبا السعودية. أنا رحت العام للسعودية تعجبت يا أخي، شنو هالتطور، شنو هالنظافة، شنو الاحترام الناس. يعني أنا رايح حجي يعني الشرطة يا أخي احترامات بكل احترام وبكل أدب، بس بالنسبة للكاظمي ما يسألوك أنت منين، من لا يا أخي لا يا أخي لا شنو طائفتك، لا يا أخي ما لهم علاقة بيك، ما لهم علاقة بيك. أنا واي خوفوني ناس، الله وكيلك دير بالك ما قالوا لك روافض، هو هو والله العظيم دير بالك من هذا باوع منا منا من تنزل ايدك. يعني دول اتفه خلق الله هاي الناس اللي قصدك الذيوله مالي. نعم نعم خوفوني تروح للسعوديه من 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 تصلي بسل ايدك ودير بالك لا حد يشوف لك. بابا احنا قرن الواحد وعشرين انت وين نايمين انت؟ بس هاي الطائفية مين؟ إيران. نعم. خامنائي. نعم. الإرهابي. هسه تفضل أي دولة تدخل بيها إيران تنهيها. شنو اللي عجبك بالسعودية؟ كل شيء والله، والله كل شيء عجبني. نعم أوكي. كل شيء عجبني بالسعودية. يعني تصور. نعم. إحنا جاي يعني طابين للمدينة. نعم. يمكن عشر سيارة عشر طيارات ها؟ يعني يمكن بربع ساعة نزلين ها؟ أنا قلت يمكن بعد ثلاث ساعات ما نطلع منها. والله صدقني يا أخ ماجد بالله الكريم بدون أي مجاملة عشر دقائق وطلعنا أنا وزوجتي، يعني فدي 30 كابينة مال جوازات. أنا قلت يمكن راح ساعة ونص راح نبقى هنا. تعاملهم شلون كان؟ والله تعاملهم ما أدري شو أقول لك، أشرف من الشرف.